السلام عليكم أعزائي طلاب الصف السابع. درسنا اليوم درس التراكيب والأساليب اللغوية النكرة والمعرفة. لنبدأ أعزائي الطلاب، ما المعرفة؟ المعرفة هي اسم يدل على شيء معين. أما النكرة فهي تدل على شيء غير معين. ملاحظة هامة، التنكير والتعريف يخص الأسماء فقط. أولا، المعرف بأل، كل اسم نكرة يدخل عليه أل التعريف يصبح معرفا، الطيور، الدفء، الطعام. ثانيا، أسماء العلم، أسماء أشخاص وأسماء أماكن معروفة. أمثلة على ذلك، يتعاون نديم مع جيرانه في تنظيف الحي. نديم اسم يدل على شخص فهو معرفة. شاركت سلمى زميلاتها في الرحلة، سلمى تدل على اسم فتاة فهي معرفة. مصر هبة النيل، مصر تدل على مكان معروف فهي اسم معرفة. تدريب، ميز المعرفة من النكرة فيما خط تحته. أطعمت هديل طيرا في حديقة المنزل، طيرا. أحسنتم، اسم نكرة. من علامات الاسم النكرة أنه يقبل التنوين. يحافظ الحارس على أمن حديقة الطيور. لاحظوا معي أنه معرف بأل، لذلك هو معرفة. يقصد السائحون منطقة رم لجمالها. رم منطقة سياحية معروفة فهي معرفة. نعم، اسم علم. بين نوع المعرفة المخطوط تحتها. قال حيدر محمود: عمان اختالي بجمالك وتباهي بصمود رجالك. عمان، نعم، اسم علم تدل على مكان. قال الشاعر: تواضعتكم كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. لاحظوا معي النجم، الماء معرف بأل. اقترحت المعلمة أن نستعين بالحاسوب لطباعة البحث. المعلمة اسم معرف بأل. عجلون ذات طبيعة جبلية جميلة. عجلون اسم علم وهي من أنواع المعرفة. أعزائي الطلاب، أتمنى أن تقيموا أنفسكم بالنشاط الختامي آخر هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.